على الاقل المواطن الوحيد اللي لقيته يضحك انا في الرحب. الضحك هذاك هو، لازمك تضحك، لازمك تضحك، تقرا انت حسابك انت قداش باش تاخذ بالقيمه نتاعك قداش باش تاخذ. فهمت؟ توا كاين غنوا ب 16100 وساعه ساعه فهمني اللي ب 16100 ماهوش كل العلف نتاعو. مش عالف بالقديه؟ لا عالف بالقديه ما فما، عارف فما اللي عالف الخبز. خبز يطلع كله شحومات، يلزموا الواحد يفهمني يعرف وين يحط امور. اما بالنسبه لي انا ان شاء الله قلت ربي نتاع 12100 11150 هذا عامناه ولا فهمني كان ب 750 وب 800 توا ولا ب 12100 فما زياده نتاع 400 بين 400 500. و 12100 يجيبوا على الوش باهي؟ انت كان تعرف تنقر بالباهي مريكي. سوق الكراهب، سوق الكراهب هذا مش سوق العلالش، زوال يخسر تو كيما هذا هكا هم كيما يبكوا منين نجيب لهم باش ناخذ لهم على الوش؟ باش ناخذ لهم مليون و200 ومليون و500 ومليون و600 ومليون و800 منين نجيبهم؟ وانا لا نخدم لا نقدم، هاني عامله هكا وقاعده في الدار انه بربي ولادي انه بربي باش نشري هذا هذا هذه هذه تونس هكا هذه هذه تونس الزوال يا باب. قلت لي انا مفجوع ومانيش ندور في زفر الرحب، ندور في سوق الكراهب. قاعدين نسمع في تاش تاش او 14 او 16. سوق الكراهب مو سوق علالش، عبونها ما كانت العلالش هكا نتاع مناول خذيتها ب 420 سنه ب 750 وب 800 وما تلقاش والله ما سماها ب 800 جبتها من الاخر من غادي للاخر من هكا ما لقيت حتى واحد ما قال لي ب 800 كان من مليون و200 ومليون و400. هذا 800 دينار تخش بها الرحبه جمله. تخش بها جمله وراس ولادي لا تدخل بها الجمله من غير ما تدخل ما تنحسهاش في مخك جمله. يا ميم ولا شريته 600 دينار وشريته 700 هذاك اش عامل؟ يجيبوا له علوش ولا يعيش ولا صغار شنو باش يعمل؟ وكاري وكاري مش مليك كاري شنو يعمل؟ يشري العلوش يوكل الصغار يخلص الكراش باش يعمل بهم 600؟ انا هريتهم الصغار هذوكم وابوهم مش معاهم تاش يلا واعلم به فين هام اللي يخدم في اي بقعه يجيب لهم في 200000 في 150000 شنو يعمل لهم؟ كلمه بركه حليله كلمه بركه يا حليله يا حليله الزوالي يا حليله الزوالي مسكين ان شاء الله ربي معاه ان شاء الله ربي معاه. جاي ناخذ في علوش هذه بطلت معاش ماخ. ها باش نكذب عليك ها باش نبيع كل شيء بالحاس ما بطلت معاش ماخ يجيبوا شيء ماش مخ باكو باكو نص هذا ما يجيبوا شيء عندي انا ما يجيبوا شيء الكاليبر مش تاخذ فيه لا تقل شيء زايدين 300 الف على عمنا اقل حاجه تحكي لي شيء اقل حاجه انا قلت لك الكيلو ب 75 لا لا جمل سامح انت مهبط معك الرحبه مليون ونص قلت لي هاني عاود راجع بهم هم في جيبي مانيش مخ الكاليبر مش تاخذ فيه انت قبل ريتو تو اللي كان يحكي لك هذاك انا كنت تبع فيك المنغادي اقل شيء غير قدام الكاميرا راهو برا ارجع له من غير ابعث اي واحد تشوف السوق تقول لك طالب على ربي 15 وانت بيع واشري اي هو طالب راهو ما انت بيع واشري قول له 12 تقول لك اشري تربح اشري تربح معناها زين 700 دينار ندخل بها الرحبه ولا ما تاخذش على الاول برا راهو خير برا خذ كي اودي 700 الف برا خذ واحد خذ نعجه نعجة والنعجة تعيد هي ما تعيدش وشوف وشوف تخلط عليها النعجة ب 700 تو شبيك هو ربي سبحانه قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها اكيد صحيح هذا هو بتباع به المواطن التونسي اليوم قاعدين نشوف فما فئه كبيره تقول لك احنا باش نقاطعوا ما نجم نخلطوش على السوام هذه وفما اللي يقول لك لا نحب فرح صغيرات وكان الشعب التونسي يقاطع نحن ماناش شعب نتاع مقاطع كان جينا كلها تقاطع تشوف العلوش كيفاش يرجع يا حسره يا حسره ايه زعما انت ما كان نوع اللي تو قلت نروح به وتخلي قبل العيد ثلاثة ايام تقول زعما يرخصش صدقني ولا مانيش ماخذ كهو علاش باش ناخذ تو انا من تو انا باش ناخذ ناكل النهار الاول ومن بعد ما عاش حاجتي بيه حتى نمشي ناخذ سكيل وانا نعيد على روحي اضحيه وخلوا فيهم اضحيه ما عادش فيها ما عادش فيها تو غير المواطن راه يعاند في جار والجار يخذاه يلزمني ناخذ ويجي يضيع في وقته في الرحب هاك يجي فهمني وشكون الرابح؟ الدولة هي اللي رابحة اخي الدولة قد حتى الفلاح زاد عنده دور حتى الفلاح زاد مسكين حليل يسهر وكذا والعلفة غالية وكذا وشوف شوف زاد راه ثم فلاح على علف ولا شيء اما سامحني الموجودين هوني ما تهجلهم 90% مش فلاحة يعني قشر اكيد اكيد لا لا اكيد اكيد قشاره كلها تنوريهم تحب نوريهم تنوريهم ياخذوا ب 12 يبيعوا ب 15 برا امشي امشي المكثر امشي الجيرات الاخرى تشوفوا هذاك الماء ب 15 تاخذوا في مكثر ب 11
يمشي ياخذوا من غاديك بحداش يجي لهنا 15. تي لهنا تسمى رحمه، هدي اهبط اهبط للشيرات الاخرى، اهبط للاك واهبط تشوف معنا. دي ليه نحكي لك اخي، مو ثم شكون اللي يبيعوا في البطوارات وفي تشوف السوق مش صحيح. اليوم نجم نقولوا على المواطن التونسي يا حليل وزيدوا مازال يتنفس. زيدوا اي حط سك كل. والله العظيم. نشوف فيك يا بابا تدور في الرحبه، يديتك ورا ظهرك وتمشي وين العلوش؟ العلوش مثلا الفلوس ما ثمش. ثم مش يجيبوها لما نشوفوا بعيد هنا وكاو. هذاك واش باش نعمل 12 و13% والزوال من مش يجيبهم 13%. كي يخدم العام 12 شهر ما يصورش 600. حتى ما على شير. كاو ها يمشي للزازار ياخذ 2 كيلو والسلام بالعافيه. هكاو. من بكري وانا ندور في الرحبه نسمع كان تاش تاش او 14 او 15 او 17 بالكارت غريس ولا ما غير؟ هذاك الموجود. نعم بالكارت غريس نتاعو ولا اكثر من الكارت كلها قارينه على فرد مدب كلها كيف كيف اللي تسوم الاولاني والثاني كلها كيف كيف كاو كلها كيف كيف صراحه انت قاش عامل ميزانيه بس جيت الرحبه ما تعمل ميزانيه معينه ما تعملش لي انا نخص باللور وانا ما يهمنيش فيه كنا حتى كي ناخذ غالي شهريتي باللور وانا اللهم بارك هاي هاي نعم ان شاء الله تستخدم نتاع زوز ونص من زوز لا لا ناخذ نتاع 11 12 كاو قاتوس هذاك زين حشاك جار وكليب هكا جار نعم هذاك هو هذاك ومزال عايد في الغابه عمناه ولا عرست لولدي مشيت خذيت ترخى ب 16% ارخ ارخ والله من السوق مش جديده من هنا ب 16% توا العلوش ب 17% ها ب 17 اغلى من الارخ الدوبل نتاع الارخ عمناه ومزال العام الجاي بالك ما نوصلوش جمله كاو بكتب جات حيت يدك العلوش ما عادش نحيت يدك بالوقت عليه. أيه. نار تشعل يا خويا. إذا كان هذاك ب 950 الكيلو يطلع الحم قدا 350. لا يا راجل بلاش 60 تو نشروه تو. أما هذاك سيدي سما يطلع ولا بالحق تضحك. هذاك يطلع الكيلو الحم ب 350. كيفاش 350؟ هلا مادام 950. الكيلو ب 350 الحم. عبارة معلق ب 350. هاي نوزنوه هاي. ايش نوزنوا؟ كيفاش فيها في 15 كيلو ب 950 10 كيلو مش حتى اليوم باش تفسر نشوف كان في الرجال هكا هو ما يجيبوش معاهم نسيهم كان جايب معاه مرته يا حليلو تلقاه تشوف يدور مسيك وجهه اصفر ويتكلم وحده ويتحدث وحده اش فهم عليه؟ ما هو انساخ توا سيدي غاصين في عزيز وفي جيان وفي كاربور وفلا تو يتفاضوا له وتشوف كيفاش وليدي العليليش ب 800 13% ما يروح الا ما تقذقذه 13% يشري بالسيب وفما سكت ميزانيه قداش فلوس؟ ميزانيه نتاع 900 850 ترقى علوش به كاليبر 850 كيف؟ علوش به كاليبر 850 ايه 850 هاو موجود توا هذاك باش نشروه ب 850 هو قال 950 الكيلو ب 350 لي زيدوا اكثر من اللي يتنفس لا ياسر 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 شوها حليله هاك اللي لقت في الدبابز وحليله هاك اللي قشقش في الخبز اليابس اذا كان نحن هكا قد اما لا هو كيف وقلبك يوجعك انت معيد وثم شكون اللي ما هوش وصل ها والله العظيم الواحد اللي قلبه واجع مش على روحه روحي وشويه كل المزمر